متابعي قناة بستار، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. قصة الممثلة والمغنية نومي ديال الزول ومغني الراب سول كينغ ما زالت مستمرة. فلما سألها متابعوها عن الزواج، مش حاب تزوجي؟ شكون خليك مش حاب نزوج؟ مازالني صغير على هذاك الشيء، ومازالني حبيت نتحقق حققت الأحلام، وأنا إنسانة نحب، مازالني نؤمن بالحب، نحب جا نتزوج مع واحد ما نحبوش ولا ما يحبنيش، امبوسيبل ما يحبنيش. ولما سئلت عن المغني المفضل لديها أجابت بهذه الطريقة: سول كينغ يسيكوني. وبدوره سول كينغ أعاد نشر ردة فعلها على حسابه في الانستغرام: ومني أحلى سلام لكم لأحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد في قناة بيستارز.